إنه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، برابر زكانم أمر بيجت خواهي پروردگار دزاكين بخدني مسلكي سيام لكتابي مسالك منهجية للذب عن السنة النبوية. بس پیش روی دست به درس کام مکین ان شاء الله مراجعه مسلک یکم و دو مکین جوان مسلک یکم چی بو بله و اتاشی عربیت به عربی تفسیر کرد اتمن رون کرنوی بنتین توک مکان لآین اسلام ده پیش اوی دست بکنین با ردانوی شبهکا پیویسته لسرمان کوا ام بنتین توکمانی دین اسلام رون بکنین و ام بنتینانی کوا پیوستن بم شبهه و جاوت من سی جوره یکمیان چی بو؟ بله بله اصلي دوم مالا براكم بلى واتاتشي كيف يتواني عقل صريح كيف يتواني دقة كان بيته دقي صحيح پیچوانه بیتو نخیر پیچوانه بیتو لدو حالت پیچوانه دبیتو لنظر من حالتی یکم چیه راس نبیت خودی دقه که خوی راس نبیت نکل عقل نگنجه تو سیر کن بلا منک عقل من پیش خین بلکو چین لیه کولین و با چی با دراسه حدیثی با خودی حدیثه که در روی سند و متن و دراسه یکین سیر کن حیثه که ثابت نیه و صحیح نیه او که تالین مخالفه مخالفی عقله لحالة تريج وثمان شيئا بل عقل ما نخوي تصورينا كردو تين قشتون زور باشا خالي سيم چيبو مالو برام في المسألة المبحوثة واتاتي بل نارو في عندي راس تخيان هي بخدي گمانك باشا شو بهيك من باس كرد لم مسلك دا كحديث ذباب ابو شو بهك شي بو ملكك شلون حديث ذباب تطبيق ما انكر او سي اصلا ما مسدا تطبيق كرد انا ما مسدا نعم وتيان دوشو بهي سرشان هي كم يعني وتيان حديثك صحيح نيا دوي مش انو تيان تيا مستحيل عقل تقبل ناك شلون دردو درمان بيك وكو ابيتو ليك مخلوق هكذا امسي اصلا ما سد تطبيق كرت قال لي اصلي كم دس بكن على انتي غيرتو براكم اما الين حديثك حديثك صحيحه دوي دراسه حديثي حديثك بما اندر كوت كصحيحه كصحيح جبه كواتشيا وحي الان خوي پروردگار كواتا اصلك ما اندر خص كتشيبو الصور العام كحديث ثابت بي او وحي ودبي تشيبين تسليم بين بوي بعقلش مان سرتا قبولينك او تصوري ناكات
بلا ين عقلي خو ما نوشتي شي مستحيل بيت باشا نتمان شي لا اقل باصلي دوم جاب دينو اصول وقواعد التلقي والاستدلال بلا جوانا شتي ترمان باسكت أصح كتاب بعد كتاب الله لا صحيح بخاري هاتوا إيه شتي تريش من باسكت أما جهر ما يأتي بش أوا ما لبراكم العقل الصريح لا يناقضه بلى سيمشتك والله ما دانو ببي المحكمات في المسألة المبحوثة وثمان شيء حد سيء بين المشاركة كالنظر ما الله براك جوان ايه بلى معنى لروي طبية بوما سلمين درا كواتي كواشتيش مستحيل نيو داء دواء بيكوك وأبيتوا أهروان منمان با تيينا يا بمشان جينو جهري مارو أشتانا مالا باشان مسلكي ديوم رد المتشابه إلى المحكم واتاشي والله ما وسطه ثابت محكما نمني أكوان نسري هنا يا كأتوان أنا كسي تكفيري صحابة كأبو القيسي حديث جابر كأبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم لحجه وداع فرميتي لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم عنق بعض شون والله ما عند أبو مسلكة بلى بلى جوان ألين أم دقي كواتو باسيا كي وكدوت بلغة بدس خوت وكوا صحابة كافر بونا أم بلغة بلا إيمو دقيش متشابهة تمانا هلا قريت بو إيمو تشيا كين هراوا لينا قرين ونهمل الأدلة المضادة أو دقاني تنهى دقي ترمان هي لقرآن ولا سنة لسر فضل صحابة سر قوري صحابة سر وجوب الاقتداء بالنبي وأصحابه تنهى دقوا بالقمان هي كواب تيبين أو بري رزو خوشيستي ومحبته اقتداء من بوشي أبي بصحابها بيت جاك كافر بن شون أهم بالقانة تليبكين كواتا أم دقي كتوبة سد كردو متشابهة لا إيما أي قرينو تفسير يكن بتي بدقة محكمة كان وكان والله من كتير شمان داعا وتمان اقر خارجي مسلك والله مدينه وتمان كفري عملية نوكا كفري اعتقادي بيت واتا بكر دوي كافر كان مكان دوبارا شر وجنك دجليك كان باشا ان شاء الله دسا كان بمسلكي سيام بيان منشأ الشبهة وإبطاله واتا رون كردنوي صار هالضاني جمانة كوب وصل كرنوي. فرموي يكثر عند الطاعنين في السنة تهويل الطعن وتطويله بذكر ما يظنه القارئ أدلة وحججا ونقولات وتفصيلات وقصص مستبشعة وتهويلات ولو عرفت حقيقة الأمر وأصل الشبهة ومنطلقها واستمدادها لسقط كل هذا التهويل والتطويل ولم يحتج معه إلى مجارات في التفصيل أفرمتي هاتك سي خوان شبه بيت دي زور قوري أكاليت زور بان بوريا كاو دريجي بي إدا وآبو آبو شي أو آبو شي زور دريجي بي إدا إما بيوزناكات أقرب زانين خودي شبهكي لچو سري هالداوا
اگر او من زانی پیوز نکل قل دا پی دا بچینو برگا با برگا ولامی شبهکی بدینو بمرجیگ بزانین اصل شبهکی لچو سری حال داو وإذا اعتني بإبطال منشأ الشبهة كان ذلك أبين في وهائها وأدعى لزوالها واضمحلالها أجر جرينجي بدين بهالوشان نوي أصلي أم شبهة أصلي أم جمانة كوالا سري برفابوا أو شيء بيت أو زوتر لنا أتيتو ليال أبيتو نامينت وربما كان فيها إيضاح لقبحها بمعرفة ارتباطها بخصوم الإسلام ومن يكيد له جاجاري و زياتر كزونتر ابي دغر اصلكي بزاني كوال شي ورغتو لدجمنان اسلامي ورغتو لعلماء غرب لمستشرقين لا كافركان كواد جاتي دين اسلام كان كبزاني اصل شبكه لا انا وسري هل داولاني ورغتو او كسيكاي دعاء اسلامتي كات باشا فرموي قال العمراني يحيى ابن ابي الخيره كتابي شهي بناوي الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار كتابك رد لسر معتزلة أفرمد لهم كتابي دا ولا تزول الشبه عن قلوب العامة إلا من حيث دخلت وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل الشبه من حيث علم دخولها أفرمد شبهه قمان كان لا تزول لا ناتن لا نادرين عن قلوب العامة واتا لا ضلي عامي خلقي شبهها رمينات إلا من حيث دخلت إلا كوا بزاني لشويوا أو قماني بو دروزبوا بزاني أصلي دروزبوني قمانكي لشويا لو شوينيوا دبيبي لا يديت هر وقت جون بيغماري خواه صلى الله عليه وسلم وايكردوا جاني من دين أنت فرمي روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود ونحن أبيضان أي في غمر إخوة خيزانكم منار الشرش اللي أبوه بلام إيه ملكاتك قال لك من سبين هيك من رجنين فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشبهة قد دخلت عليه بولده أو كابراك بيني من على كي رشا جماني تبى خزاني برد كام من على كي لكسي تربية تكر رشا وآن هردو شان سبين بقمر خاص الله عليه وسلم زاني هو كاري أم جماني من على رشا كيتي وأنه قد وقع عنده أن زوجته أتت به من غيره ولو قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو ابنك أو الولد للفراش أكل بقمر خاص الله عليه وسلم بيفرموا نخير كعك وازل جمانة كتبينه وكرت وطابرو يأخذ الولد للفراش أما حكمة شرعية كان من الله سر جاي كان فيها ولدائك بيت أو من الله بوأوا نابل يبكرينه ودوا داسوني بوكين زين بوشي وبوشين يونو كا نكستري وبيت أو أصل الشرعية فرموا لم تزل عنه الشبهة أجر أو والله مدابا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو جمانة كي رثنا أبوه جمانك هر أمال طليا فعدل عن ذلك في أمان خاص الله عليه وسلم بولا من دايا وقال له هل لك من إبل آتو واشترت هي قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال له هل فيها من أورق في أمان خاص الله عليه وسلم بيفرمو آتو واشترت هي وتبالها ما تي رنگه كاني تي رنگه وشتراكان تي فرموي سورة وشتراكانم سورة پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم پی فرمو وشتراكان تو هيت رنگه خولمشيان تي آيا وشتري خولمشي لا وشترا سوراكان دا هيا فرموي بله پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم پی فرمو فأنا ترى ذلك بدواء ام وشترا خولمشي رنگ خولمشي لچوه و هاتوه حل وشترا سوران لدائك نبوه وتوی بلا پیغمبر اخوه وايا لعل عرقا نزعها اشيت رچالا ككي باو با پیراني وشتري خولمشيان تدابو بيت فقال صلى الله عليه وسلم وهذا لعل عرقا نزعه
اماش به همان شیو من علاقه ایتو اشد با با پیرانی خود صلاح خود یا خود خزانه کد کسی چی تیابه کار رش بید بوی اماش چون بلی لمچو تو فازال عنه شبهتا من الوجه الذي يعلم انه يفهمه كاتب پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم چون گمانه که لاده لو رو که زانی لشوی او شبهه او گمانه سری هلده و لای او پیا لو رو بو هات پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم بویرون کرده و گمانه که لاده نمونه یتر دینه تو فرمیت وروی ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا هامة ولا صفرة فقال له أعرابي كالمعترض عليه فما لنا نرى الإبل كالضباء فتكون النقبة بمشفر البعير فتجرب الإبل عن آخرها فرميت بغمري خاص الله عليه وسلم فرمي لا عدوى عدوى واتاتشي جزانوي نخوشي نخوشي قرتنوى ولا هامة ولا صفارة واتاتي هاما هاما واتا بوما كردي كندا بابو جاهليا كان جاهلي قريش بيش آنش يعني رشبين بون كاتي كندا بابو هاتا سرمال ياتكاسك نوت طاو او يلو مالا دا امريت بهيلا كاتيت كاتي خند بهيلو مالا كندا بابو انو طاو سابيان روشتو تشاوم يان بيهبو ولا سفر هر وهات تشاوم شان بسيهبو ب مانجي سفر ك مانجي دومي هجريه دواي محرم ديت تشاوم يان بو مانجي شبو فقال له اعرابي كالمعترض عليه فما لنا نرى الابل كالضباء فتكون النقبه بمشفر البعير عربي قال لي راس بوتي شلون نخوشي قلت نوانيه ايوا تايما بينين جاري و وشترمان هي وكو اسك عيبيانيو جوان بلام سيري كاين هر وانا وشتريك توشي قليبو النقبه سرتاي قليه بمشفر البعير واتا وشتر ليوي بلان ليوي هي ليتي هي سرتا ليتي و هلادات سرتاي قولي افرمي جدواي واحد شي وشتري اكثر توش بيتو هر انا وشتري توش بهم توش بيتو توش قولي ابيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما اجرب الاول اي كوايا اما يكم لتشيو قرتيو اما يكم نيتشو قرتيو كاكا لو اشتري تر قرتيو انا خير اخو عيبين ابو اي شون او لخو توشي بو كاتب پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ويستروني بكاتو كافر من لا عدوى واتا لا مشرك كان وابو كوان نخوش نخوشي نخوشك اغوازيته نخوشي خوي با ويستي خوي اغوازريته بوكسه لكسه كو بوكسه ترا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ويستي او اعتقادنا من الناوياندا فرمي لا عدوى واتا لا عدوى الا بقدر الله ایچ نخوشیگ نگوازرتو الا با چی نبید با قدر و استخوای پروردگار نبید هر وقت پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نچند ده حدیث تر امری پی کردون که نأخوذو بالاسباب حکارکانی خو پاراسن نخوشی بگرین بر پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی فر من المجدوم فرارک من الاسدی و تا چی؟ كسه توشي قولي او بيت لي راكا هر وقت شون لشر راكيت لين يزيق ما بارو اماش مخالفي وتمانتيني مخالفي امانيك افرمي لا عدوى لا عدوى واتبو خوي نخوشيك خوي ناقوازيتو بالكو بيوست خواي پر وردگارا جاجا يوه خواي قولا ويسي لسر ياتي بقوازريتو بو جار يوهاشا ويسي لسر نيو ناقوازريتو فرمي فقمعه بالحجة من حيث علم زوال الشبهة عنه ولم يقتصر على قوله إن شاء الله يخلق داء بغمري خاص الله عليه وسلم نفرمو أقر خوا بيويت أو نخوشك الدروس أكات نيود أو اشتريكم
كخوا بيويت نخوشك الدروز ذكاء لدانا داني واشتراكان فرميتي فما أجرب الأولى أجر خوانا بيت قل لا واشتري ترو توجنبوا كعات أواني تريش كويستي خواي لسر نبيت أم نخوشيا بوان ناقوازرتها بلى أفرميت والمقصود هنا بمنشأ الشبهة الأمر الظاهر الذي هو منطلقها الذي بدأت به زمنيا وتاريخيا من بس من بي منشأ الشبهة سر هلداني شبهة شيا الأمر الظاهر أوي كوا ديار رونو أشكري أبو من بس لو ناكن كوا نا أشكري لدلي خوان شبهة كخوي دا لسوء قصد ياخد لعداوات ياخد لهج شتيش خراب كوالت لي دابت كوات أمني ظاهر تيا الذي هو منطلقها الذي بدأت به زمنيا وتاريخيا منشأ الشبهة أصل الشبهة دو جورة ياخد أوتا زمنيا رونيا كينوا كي سري الله ولا سردستي شي سري الله ياخد أو برهانا ياخد با لتيو سري هالدا أساس مشكلة كا شبهة كا جمانة كا لتيو شبهة علمي لروي علمي ورونيا كينوا كواتشون سري هالدا وبق فرمي وبقية الحجج تابعة لها وسيقة للتقوية والاعتطاط ياخد أبينين جمان كان هيو بلجيك دينو بو جمان إخوان جورترين بلجو بقوترين بلجان دينين رونيا كينوكا أم بلغا چون بحالتي قيرتون أصلي منشأ كيلتو دا لتيو سري هالدا مثلا لو حديثي بيشترك باس معن كرت لا ترجع بعد كفارا أصلي منشأ أوشن بهيلتو بو كوا كفر بكفري تي قيرتن بكفري اعتقادي تي قيرتن نك كفري عملي كوا تأما منشأ تيا منشأ برهاني أم شبهي قال كلمه كفرقات نجش نبشتتر تفسير ينكر فرموي ومثال منشا الشبهه التاريخي في السنه مستقات من شبه المستشرقين اليهود اليهوديين جولتسير وشاخت مع تزيين للعباره وزخرفه للقول مع زعم هؤلاء المعاصرين ان طعونهم نتيجة البحث العلمي الدقيق وكذبوا في ذلك وقد بين أهل العلم بطلان شبههم وزيفوها ووضحوا منطلقات هذين المستشرقين ومقاصدهما وفي توضيح هذا المنشأ بيان لشناعة هذا القول وكونه مجترا من كتب أعداء للإسلام وبعيدا عن الدقة والتحرير والعمق العلمي ونحوه مما يدعيه أولئك كواتا منشأ تاريخي زور جار سيركين زور بي معاصر كان لا قرآنيين لا حداثي كان لا علمانيين ليبراليين عقلانيين أنا همي معاصرنو وتمان أقربيرتان بي لدرسي كم سرتاوي همو أم فرقانا كين همي شبه كان يان لشو سرتها هلينا لمستشيق كان علماء غرب أواني كواتشي بو تكلب مسلمان بو تكلب عرب بو دراسي ثقافي عرب ومسلمان يان كرد دراسي إسلام يان كرد بو يشي بو يردي إسلامي بيبدنا غربي بو وقوري مستشيق كان شين دوكسن جولت سهر هو هر جورا كهنا كيهودية وألمانية أما يتريشان شخت جوزيف يوسف شخت أما شان هر ألمانية ويهودية كهات هر دوشان يهودين تحسر يسقان دجبني إسلام هم أشبهاني أبينين بدس أماني أمروا كوا إدعايا كان هم اللي شو ارتاوي هلينوا لم دو كسه نمسر شيقا كان وأورونا كينوكا زانان شون
والله ما أشبهاني عن دعوته شون ردي أو مستشقاني عن دعوته لكاتك. وفي توضيح هذا المنشأ بيان لشناعة هذا القول وكونه مشترى من كتب أعداء للإسلام زكاة إما منشأ تاريخي رونا كينوا كاتب ألمون كسدت كسبنا قرآني يأخذ حداثي دين ألان تأخر تدوين إدعاء الشبهة تيكن تأخر التدوين تأخر بوني نسيني أحاديث أم شبهة حر الشبهة قوري أمانية ألان كاكا أم شبهة كواتو استادي هينيت وكشف شبهة كيت كأنما زور بدوا داشون وبحثيش يقولوا دورو درشتت كردوتا أو شبهة بودر كوتو كردوتا رخنا لسر إسلام هو يتو باسيا كيت زور كونا بيشتو مستشيقة كان باسيان كرت بيشتو مستشيقة كان باسيان كرت تو استادي بما نفروشيو توزت الشوخيات كردو كأنما نتيجي بحثي علمي خوتو علم زانياري خوتو دي رخنا لإسلام مقريد تو كود اوت بيوتشي اكيد اكثر كبرى اروخين يدبو زاني اصلي منشا شبهك يا زانيت بو كبرى اوستي اروخي زانيتو علمي كتفيه اتواني رد بديتو هروها جا كمنشا تاريخي من رونكردوا او كاتا ابيتا رونكردنوي دو خيانه كهردو شان زور غورن لم مدعي دايا خيانتي يا كم خيانتي ديني كو خيانتي لدينا كي كل دبر عصيكاته تو دي شبهي مستشيقة كان دينيت كأوان دجمناني إسلام بون ومن بس تقوريان تنها طعنب ولا إسلام نقل خم إسلام داو بن تو استادي بناو إسلام وبحساب خم خوري إسلاميت دي أم شبهي أوان دوبار دي بمسلمانان يفروشيتو مسلماناني في لخشتها بيت أما تشيا أما الأخياني ديني هيك ترنية وهروا أخياني علمي كاتك تو دي ادعاي أما كي لسر كان الله تلفزيونا كان ادعاي أم شبهي كي توا داري أخيت كأنما شبهي خوتو خوت بدوا داتون دوا كردو بودر كوتوا لكاتك أما تشيا اما لعنه پیش خود ورد گرتون مستشیقه کن دمک پیش استم شبهان و رو جندو که حتا پیوز نکه کشفشی پیله دید و خیانه امانه علمید نبو بلکو خیانه علمید بو اما هست شبهه تربینید اتوانی لو رویو آوالای مبیتو باشن فرموی و مثال منشأ شبه العلمی البرهانی سرحلدان شبهه علمی تتابع المستشرقين على دعوى تأخر تدوين السنة تشكيكا في صحة نقلها. وعند النظر في هذه الدعوى نجد أن مستندها الأقوى الذي انطلقت منه هو قول بعض الأئمة كالإمام مالك وإبراهيم بن سعد والدراوردي أن أول من دون العلم الزهري. فيجاب عن هذه الدعوى ويبين أن الطاعن لا يفهم كلام الأئمة، وأن هناك فرقا بين التدوين والكتابة، وأن من نظر أدنى نظر في شواهد التاريخية علم أن كتابة السنة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين، وأن المراد بالتدوين هنا جمع السنة على جهة الاستقصاء والتتبع. من شيء علمي حاتن هر سر أمن مني لسر أم شبهية كواهي دعاية آخر تدوين لكن ألين سنة حديث بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ننسرابه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ننسيوه صحابنا ننسيوه تاكو قرن الدوام سلتاي قرن الدوام هذا كان ألين قرن سيمش يعني أم دعوايا مستندا كان شيء لسهرما بلغا كان شيء لسهرم دعوايا لسهرم قمانيان ألين أو تام مالك ودراوردي وغير أوان زربي علماء رنتي أن أول من دون العلم الزهري يا كم كاسكوا
حديث نسيوته حديث قال الصحابي نسيوته شيء زهرية باش زهري كي وفات كردوه زهري كي وفات كردوه صوب استواري هجري واتا قرني دوم كوابو ألين هيتش ننسراته چونك أهان أول واتا يا كم كاس نسيوته شيء زهرية وتابع أئمة خوتن وألين خوي معانا ألين كات الدين لم دقاك ولينوا أول من دون العلم الزهري دين سيرا كين ألين دونا كاكتو بهلا حالي بويت لدونا دونا ما بس في مطلق كتابانية ما بس في مطلق نسينية يعني تدوين بمعنى نسينة مطلق الكتابة بقول جاي ويتي بيغمر خاص الله عليه وسلم نتندى حديث فرميتي بنس نولم روك لحديث عبد الله كريعة من كريعات روا حديث أبي هريرة اكتب لي أبي شاد تندى حديث ترمان هي كبيغمر خاص الله عليه وسلم فرميتي حديث ملي بنس نو باش أمايك باشان أبينين تندها صحائف من هي صحيفتي أما بوكوا هر صحابو صحابه ابو حديث انسيو بون منا عبد الله كوري عمي كوري عاص صحيفه خويا بيوتري صحيفه الصادقه وغيري او تندا صحابه صحف ينهبوا واتاتون بارو استوا هبوا ياخذ لاسقان نسيو انا ياخذ لهشت تربيت حديث انسيو تو بخوان وبيغمر خاص الله وسلم كاري لنا كردن كواتا كدقرين وسيلكن أم قصية مخالفتيا سيركين نسراوتو صحائف هبو نسين هبو لسردين بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أروها لسردين متابعين يشهبو بلام أوان دوانا بتي تيجرتن تدوين بمطلق الكتابة وتيان هيت نسين أقنا نسراو بلام معناي تدوين لزماني عربي دا بمعناي تشي ديت بمعناي مجتمع الصحف التدوين هو جمع المتفرق والمشتت في ديوان واحد وجعلها في ديوان واحد تدوين واتا جمع السنة يكم كس كوا سني كو كردوتو راست زهريبو كو كردنوا كواتا سنة نسرابو بلام مام زهري تي كرد كو كردوا مثلا أما نسر باري نسيوتي أما تندا باري هي لايخوي أما صحيفي هي أما لسر يسقى نسيتي هم يكو كردو نسيو كرديو تشي يا كتابك مجتمع الصحف أما ما ناي تدوين أنك ما ناي تدوين أو بي مطلق الكتاب بي كواتا قورترين بلغة بدس إيو كو بلغة إيو أصلا بحالة تيجيشتون أو لروي منشأ علمي منشأ الشبه العلمي كواتا لشو سري هالدا وقمانيان أم شبهيان لوي كوا تدوينيان بتي ليك دايو بكتابة وهناك فرق بين الكتابة والتدوين جاوزي هي لنيوان نسينو تدوين وبهذا الجواب يظهر ضعف هذه الدعوة من أصلها ووهائها بحيث إن دليلها الكلي أسيء فهمه ليتعارض مع مسلمات تأريخية وحقائق ظاهرة لكل مختص في السنة ومثل خطائهم في فهم ومثل خطائهم في فهم كلمات الأئمة في عدد الأحاديث كقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح وبنوا على ذلك جبالا من التشكيك والدعاوى الواهية وهم لم يفهموا معنى الحديث هنا وأنه يشمل الأسانيد المتعددة للحديث الواحد إذا اختلفت مخارجها وألفاظها ويشمل أيضا أقوال الصحابة والتابعين حروها بهمانشي وسيركين ألين شون ناجة عقله بخاري دي دلت من 100,000 حديث من برا الله 100,000 حديث صحيح من برا 200,000 حديث ضعيف من برا أو محدث كوا إكوا أبوهم ما بين قرتوه كواب دبي بلاني كم 100,000 حديث ما بين ما ألين كاك أيوة أصلا نوتي أنا قرتون ما نه حديث لا إما يكون
أتاوكو إستاش جاري وايك حديثيك تندها سنديه حريك حديثه معناك يك حديثيك أم صحابي رواية كردو أم رواية كردو أم صحابي الرواية كردو هموي مثلا حديثك ده سنديه أو بدا حديث حسابه يك حديثيك بدا حديث حسابه بهمان شوى جاري وايك سندك تندها متنه بهمان شوى جماني زوري على سر أمدروس كرد شبهه جمانات زوري على سر أمدروس كرد وتيان أمناس يتعقلوا ألين كاك أيوة أصلاً من شئ شب أو شبهيتان أو أيوة أصلاً لما ناي حديث تينا جرتون حديث بو مناني كوا أيوة تي أجن هات حديثك هبيت أو طاو حديثك أجر بتن دها إسنادو صحابة شيوات يعني كربين آخر أما بتن حديثك حسابه والله أعلم. إلا هنا الصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك.